أحمد لعل من البارز جدا ومن يعني المهم أن نبدأ بالتطورات التي بدأت أمس بأن الحوثيين قد وجهوا صاروخا باليستيا إلى شاحنة سفينة شحن أمريكية كانت قبال عدن. هذا التطور ربما يدخل المنطقة في مرحلة جديدة من التطور الأمني والحسابات الأمنية الدقيقة، خاصة وبأن الحوثيين كانوا قد تحدثوا بأنهم يستهدفون فقط السفن الإسرائيلية والسفن التي تتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية. إذن هذه المواجهة التي أصبحت الآن مفتوحة وأصبحت السفن التجارية الأمريكية جزءا من الاستهداف الحوثي ربما يجعل هذه المنطقة أكثر توترا مما هي عليه. نحن نعلم بأن كثير من السفن الآن متكدسة في خليج عدن خوفا من دخول هذه المنطقة، منطقة باب المندب التي أصبحت منطقة عسكرية وتعج بالقطع الحربية العسكرية من العديد من الدول، ونحن في جيب هذه الدولة الصغيرة والتي بها أكثر من 9 قواعد دولية للعديد من الدول تحاول أن تحرس هذا المدخل المهم والمعبر الذي يعتبر واحد من 4 معابر مائية مهمة للتجارة العالمية في العالم، إذ تمر به أكثر من 12% من التجارة العالمية أي ما يقدر بتريليون دولار. وكثير والجانب الآخر أيضا من هذا المدخل باب المندب الذي يتجه إلى الصومال أيضا فيه كثير جدا من التطورات، خاصة بعد توقيع الاتفاقية التي تمت بين أثيوبيا وأرض الصومال التي لا يعترف فيها أحد دوليا وعلنت استغلالها في التسعينيات القرن الماضي. ربما هذا توتر أمني جديد يضيف إلى التوتر القائم في هذه المنطقة بين ما يقوم به الحوثيون اتجاه إسرائيل واتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت بريطانيا التي ساهمت مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم صبيحة الجمعة في الضربات على الحوثيين باليمن. تحدث ريتشي سيناك رئيس الوزراء أمس بالبرلمان بأن بريطانيا جاهزة للتدخل وبقوة من أجل حماية التجارة العالمية ضد الحوثيين. إذن أحمد نحن نتحدث عن تصاعد وإن كان بطيئا ولكنه ينذر بأن هذه المنطقة قادمة إلى تطورات أمنية تؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. نحن نتحدث بأن هذا المعبر ربما يعبر خلاله في العام 21,000 قطعة بحرية بواقع 57 قطعة بحرية يوميا هذا المعبر الآن، وهذا الميناء ميناء جيبوتي يظل به آحاد من السفن والقليل جدا وكثير جدا من السفن الكبيرة التي تحمل ناقلات البترول العملاقة وناقلات الغاز السائل المسال التي تتجه من الخليج إلى أوروبا. ونحن قادمون على عهد الشتاء قد وجهت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح بعيدا عن هذا المعبر خوفا من أن تتعرض لأي هجمات. إذن أحمد نحن نتحدث بأننا هذا التوتر الأمني سيؤثر على المدى القريب أو المدى المتوسط على التجارة العالمية، وربما يكون هنالك حلا عاجلا لأن كثير جدا من الدول قد تضررت وبالموازية المشاطئة للبحر الأحمر قد تضررت موانيها وتضررت قناة السويس التي تعتبر هي المخرج الشمالي لكل السفن أو لأكثر من 90% من السفن التي تعبر هذا المضيق. لذلك ربما تتسارع الخطى من أجل إخفاض حدة التوتر ما بين القوى العالمية التي كونتها الولايات المتحدة الأمريكية في تحالف الازدهار وما بين الحوثيين الذين يصرون بأن التصعيد هو السبيل الوحيد حتى تنتهي الحرب في غزة. نعم الزميل جمال الدين علي من جيبوتي أشكر جزيل الشكر على هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك جمال.